مرحبا بكم في أمريكا تشارت. هنستخدم أدوات التحليل الفني الكلاسيكي لمراجعة وتحليل الرؤية قصيرة الأجل في سهم ARM أو مجازا ARM، وكلمة السر في أداء هذا السهم 150 دولار. تعالوا نشرح ليه. السهم في اتجاه صاعد طويل الأجل، ورسمنا قبل كده مع بعض خط الاتجاه الصاعد الطويل الأجل على الرسم البياني الأسبوعي، واحترمه كتير، يعني احترمه مرات كتير، يعني مرة اثنين ثلاثة أربعة، وخط القناة الصاعد حول مناطق تقريبا بيجري دلوقتي حول مناطق فوق 200. وبالتالي الموجة الدافعة الحالية التي بدأت بالارتداد من خط الاتجاه الصاعد المفروض نظريا تستهدف مناطق فوق 200 دولار، لأن الموجات التصحيحية التي تبدأ عند خط القناة تذهب لخط الاتجاه، ثم تبدأ موجة دافعة لأعلى، ثم يعاني من تصحيح حول خط القناة ليذهب لخط الاتجاه لكي تبدأ موجة دافعة لأعلى. فنظريا السهم بدأ في موجة دافعة لأعلى، ولكن في إشكالية بتواجه السهم وعقبة صعبة في الطريق. لاحظ معايا تكوين قمم حول مناطق 150 دولار، ثم هذه القمم أصبحت تشكل دعوما، وعندما انكسرت تاني شكلت مقاومة، وبالتالي مناطق 150 دولار التي تحدثنا عنها في العنوان مناطق حيوية للغاية، فوقها إيجابي ومرشح لمزيد من الصعود، ولكن لا قدر الله تحتها سلبي ومرشح لكسر خط الاتجاه الصاعد، لأن المسافة ما بينهم بمرور الوقت أصبحت ضيقة للغاية. فنخلي بالنا الخطاب هنا موجه لمن يمتلك مراكز افتراضية مفتوحة، سيفتي ليفل آت مش 150، 135 تقريبا او 130 تقريبا، الا وهو المستوى الذي يجري عنده خط الاتجاه الصاعد. طبعا كسر ال 150 لاسفل في حد ذاته علامه ضعف، مع اغلاق جلستين متتاليتين يستدعي التخفيف ليكويديشن، ولكن التخارج الكامل من المراكز الافتراضيه المفتوحه يكون بكسر خط الاتجاه الصاعد مع إغلاق أسبوع كامل على الأقل، وأقل ما فيها يكون فيها يوم جمعة. سيناريو لا نتمناه إطلاقا، ولكن لازم تبقى الخطة جاهزة. دعونا نفترض إنه قدر يحافظ على 150، رغم إن أنا شايف إن البري ماركت 148، لكن دعونا نفترض العبرة بالإغلاقات الأسبوعية، وده دعم أو مستوى أسبوعي مهم، فإحنا في انتظار إغلاق الجمعة، أهم من الأربع وأهم من الخميس. فدعونا نفترض إنه تمكن من الحفاظ على 150، أين سيذهب كمحطات؟ طبيعي وبديهي للغاية المحطة الرئيسية قصيرة الأجل تبدأ من 174 وتصل إلى 188. طبيعي 200 دولار محطة متوسطة الأجل، ثم خط القناة الصاعد مستهدفات إلى حد كبير متوسطة الأجل ما بين 225 امتدادا إلى 230، لكن شرط أساسي قدرة السهم على الإغلاق الأسبوعي فوق 150 دولار. وتعالوا نساعد بعض في استكشاف حالة الضعف مبكرا لو حصلت بالتركيز على الرؤية قصيرة الأجل. هنلاقي إيه؟ هنلاقي ان على الرسم البياني اليومي عندنا قاع، ثم قاع اعلى، ثم قاع ثالث. الربط بين هذه القيعان الثلاثة هيساعد جدا، لان كسر خط الاتجاه الصاعد قصير الاجل بعد كسر الدعم عند 150 هيبقوا علامتين ضعف وليس علامة واحدة فقط، ولا يتبقى للسهم الا كسر خط الاتجاه الصاعد. طبعا سيناريوهات سلبية كلها لا نتمناها أن تحدث، لكن لازم يبقى عندك الأدوات
التي ترسل لك إشارات الضعف عن عندما تحدث عشان تبقى فاهم تتصرف إزاي. نرسم خط الاتجاه الصاعد قصير الأجل المذكور بلون أخضر عشان نعبر عن الرؤية اليومية قصيرة الأجل، وكذلك خط قناة. يبقى أنا كده عندي دلالات الضعف كالآتي، يا رب ما تحصلش بس كالآتي: كسر 150، كسر خط الاتجاه الصاعد القصير، كسر الخط الصاعد طويل الأجل. نتمنى بختام يوم الجمعة نحافظ عليهم. الخطاب لمن لا يمتلك مراكز افتراضية في سهم ARM أو ARM، البحث عن سهم آخر في وضعية أفضل. بمنتهى البساطة، البحث عن سهم آخر في وضعية أفضل. هتقول لي يعني في، شوف احنا على القناة في أمريكا تشارت بقالي حوالي أسبوع أو أكثر قليلا مركز على أسهم الرقائق الإلكترونية والتكنولوجيا وأشبه الموصلات والذكاء الاصطناعي. اتكلمنا على برودكوم، اتكلمنا على انتل، اتكلمنا على TSM، اتكلمنا على مايكرون تكنولوجي وSMCI، واتكلمنا على AMD، وقبلهم كلهم اتكلمنا على انفيديا، وقبل ده كله اتكلمنا على أخبار جو بايدن وتأثير قراراته على أسهم الذكاء الاصطناعي. فإحنا تقريبا خدنا أسبوع كامل بنتكلم فيه عن أسهم الرقائق الإلكترونية. فممكن تراجع القناة وتبحث عن سهم في وضعية أفضل وأوضح من سهم ARM، تصلح لمتاجرة افتراضية أفضل وأأمن من الوضع الذي على سهم ARM. مش بقول سهم ARM سلبي، لكن في القائمة اللي غطيناها بعضا من الأسهم في وضعية أفضل. أظن كده رؤية السهم اتضحت. إن شاء الله مساء سيكون هناك سهم آخر من نفس القطاع، ألا وهو أظن هيبقى بناء على طلبكم ممكن صنرًا، احتمال، دعونا نرى إن شاء الله. كان معاكم وائل يحيى، خبير فني اقتصادي معتمد دوليا من الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين. بالتوفيق إن شاء الله.